بسم الله الرحمن الرحيم. السادة مشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلين لأطياف الشعب الليبي في كافة ربوع البلاد، وبرضه هقول شيوخنا ووجهنا القبائل، أعيان القبائل الليبية، القبائل المصرية في المنطقة الغربية. أرحب بكم جميعا في بلدكم الثاني مصر، وأؤكد أن حضور القبائل الليبية إلى بلدهم مصر في هذا التوقيت يبعث رسالة للعالم مفادها وحدة مصير البلدين. كما أرحب بأبنائي وأهالي مشايخ القبائل من المنطقة الغربية لمصر، وأؤكد أن العلاقات بين الشعبين المصري والليبي تمتد على مر التاريخ، ولا يمكن بأي حال من الأحوال المساس بها. وأؤكد لكم أن دفاع مصر عن ليبيا والعكس صحيح، لهو التزام ناتج عن حالة التكاتف الوطني بين البلدين. كما أؤكد لكم على ثراء التاريخ المشترك بين مصر وليبيا في مواجهة كافة أشكال الاستعمار، وأن بطولات الليبيين وعلى رأسهم الشيخ عمر البختار وكفاحهم على مر العصور للحصول على استقلالهم خير دليل على رفض الشعب للتدخلات الخارجية الطامعة في الثروات الليبية. إن مصر تعول على القبائل الليبية الحرة الرافضة لاستمرار الأوضاع الراهنة في ليبيا، وأؤكد استعداد مصر لتقديم كافة جهودها لأشقائها الليبيين الراغبين بشكل صادق في إنهاء الأزمة الليبية. وأشدد أمامكم أن مصر لن تسمح بتكرار تجربة الرهان على الميليشيات المسلحة مرة أخرى في ليبيا، أو أن تتحول ليبيا لبؤرة جديدة يجتمع بها الإرهابيون وملاذ للخارجين عن القانون، حتى وإن كلف هذا الأمر تدخل مصر بشكل مباشر في ليبيا لمنعه.